فإنه المدن والبلدات السورية تقع على عاتق المسعفين مهمة انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، حتى أوكلت هذه المهمة للهيئة العامة للدفاع المدني لصعوبتها. مراسل شبكة شام سلط الضوء على عمل الهيئة في الريف الدمشقي ووافانا بالتقرير التالي. في هجمات أخيرة على الغوطة الشرقية تحصد أرواح الأبرياء وتخر السقوف على رؤوس ساكنيها. تهرع فرق الإنقاذ لمكان الحدث ولا يسمع سوى أنين الأطفال والنساء ودوي صفارات الإنذار، ويغدو العمل المهم إنقاذ روح حبست تحت الركام. يقوم النظام السوري بشن هجوم عنيف على الغوطة الشرقية بعد حصاره الشديد على المدينة، ويقوم بغارات جوية متكررة كل يوم والقصف العنيف على المدينة العشوائي من راجمات الصواريخ والقذائف الهاوية. في ظل هذه الظروف هناك نقص شديد في المواد التي تساعد الهيئة العامة للدفاع المدني على إنقاذ المدنيين في الغوطة الشرقية في الإجمال. إحنا شغلتنا أخلاق، منكون مثلا قاعدين بالنقطة تجي القذيفة أو الميك تضرب، نحن بنطلع مثلا إذا طابقة ضاربة الطيارة بيكون في دمار كبير، ونفوت نحن بكون لسه الغبار والكذا موجود. نحن بدنا نطالع الجريح أو الشهيد أو المصاب، وأكتريتهم يكونوا أطفال لأنه القذيفة أو هذا عم يجي على البيت. فلهذا الشيء نحن بنقدر إنه بدنا تراكس أو بدنا كذا، ومعنا كادر ممرضين بنطالع الأطفال أو النساء، وأغلبيتهم بيكونوا أطفال ونساء لأنه الرجال لا بيكون بالبيت. منطالعون شيء بيكون شاد، شيء بيكون إصابته خفيفة، شيء بيتم عايش الحمد لله، يعني بيتم عايش وبناخده على النقاط الطبية. ونحن إذا شغلة بدها تراكس أيام تقعد معنا نهار أو نص ساعة أو ساعة، مثلا آخر ضربة كانت لنا شيء 7 ساعات حتى طالعنا بالآخر طفل عمره 6 سنوات من تحت 3 سقوف كان ضاربة فيها الطيارة. هذا الشيء شغلتنا. وبالليل دورياتنا مثلا اذا نزل هاوي نزل قذائف نزل صاروخ، وهيك نحن بنشتغل ضمن الدفاع المدني الهيئه العامه للدفاع المدني. اسم الهيئه العامه للدفاع المدني قرن مؤخرا باجلاء الجرحى وانقاذهم من الموت المحتم بعد كل كارثه. هم قله بعددهم وعدتهم، وحري بتاريخ الثوره التي قامت على الظلم تخليد أسماء أبطال جابه الموتى بشجاعة.